إذن حرارات حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام وأجواء صيفية معتدلة في ساعات النهار ليكون الطقس أيضاً لطيف ليلاً، وتفاصيل هذه الحالة الجوية بعد الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء صيفية اعتيادية وتبقى حول معدلاتها لدرجات الحرارة لمثل هذا الوقت من العام، لنشاهد هنا درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العربي. نجد أن الأجواء معتدلة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وتكون الأجواء لطيفة أيضا في ساعات الليل ومناسبة لأغلب الأنشطة الخارجية حتى يوم السبت بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان. أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 16 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة فيوم الجمعة والسبت والأحد، درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية نهاراً، وليلاً ما بين 19 إلى 21، وأجواء صافية في معظم مناطق المملكة وتحديداً في العاصمة عمان. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالاً من إربد. 31 إلى 20 درجة في ساعات الليل، من 32 إلى 19 في المفرق، جرش من 31 إلى 20 درجة مئوية، وفي عجلون من 30 إلى 18 درجة في ساعات الليل. في العاصمة عمان 28 إلى 19، زرقاء 32 إلى 20 درجة مئوية، في البلقاء من 29 إلى 20، في مادبة من 28 إلى 20 في ساعات الليل. أما في البحر الميت فالأجواء حارة نسبيا لتكون 38 نهارا إلى 28 في ساعات الليل. جنوبا في الكرك من 30 إلى 19، في الطفيلة من 28 إلى 18 درجة مئوية، في معان من 31 إلى 20 في ساعات الليل، جبال الشرا من 26 إلى 16، أيضا أجواء حارة في العقبة من 40 نهارا إلى 28 درجة في ساعات الليل. في رويشد من 38 إلى 21، في الصفاوي من 35 إلى 21 ليلا، وأخيرا في الأزرق من 36 إلى 21 درجة في ساعات الليل. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا فيما يخص عطلة نهاية الأسبوع. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.